السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا ومعي أو ونحن في ضيافة الأستاذ عبد المنعم منيب الكاتب الصحفي. أستاذ عبد المنعم، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني السؤال الذي يسأله الجميع: كيف تقرأ المشهد وكيف تقرأ التداعيات المحتملة أو المرجحة؟ وطبعا المشهد دلوقتي يعني خلاصته ان هو اصبح في فريقين، يعني فريق اللي هو بيقوده الاتجاهات او القوى السياسية العلمانية وبيأيده الجيش او بيأيده الفريق السيسي، والفريق الثاني ومعهم طبعا الفلول، والفريق الثاني بيقوده الحركات الإسلامية باستثناء حزب النور او قسم من حزب النور. طبعا بس القسم ده فيه القيادة بتاعت حزب النور، ما قيادة حزب النور، لكن في كتير من قواعد حزب النور فلتت خلاص وموجودين. يعني انا كنت في رابعه العدويه، لو رحت هتلاقي في ناس كتير من رموز ايوه حزب النور عندنا موجودين بتقدم هناك. اول يوم يعني. فدلوقتي المشهد بقى كده، وواضح ان الفريق السيسي الاول، واضح ان الاخوان المسلمين طبعا، هم طبعا الاخوان المسلمين اللي بيقودوا بقيه القوى الاسلاميه، لان هم الرئيس هو اللي متولي، هم اكبر جماعه. فطبعا الخطاب اللي القاه الرئيس محمد مرسي بالامس اوضح ان هم القوى الاسلاميه مصممه على مساله الشرعيه، ومساله ان اي حوار ممكن واي اتفاقات ممكنه مع المعارضه، ولكن في اطار ان الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي، وفي اطار ان اي حد يتولى اي حاجه تبقى عن طريق الانتخابات اللي جايه. ما يبقاش يعني طبعا، واحنا معروفه وكل المشتغلين بالعمل السياسي اللي صادقين مع نفسهم، لو وقفوا مع نفسهم كده هيعرفوا ان كل القوى السياسيه العلمانيه اللي في مصر من زمان ما بتحبسش موضوع الانتخابات ده، عايزه سلطه بالاتفاق كده، يقعدوا على الترابيزه مع بعض، وانتوا حزب الدستور خد منه اتنين، وحزب مش عارف ايه الايه خد منه اتنين، وحزب الايه المصريين الاحرار خد منه كده، عايزين هو كان يقسموها. عاملها عبد الناصر حكايه تحالف قوى الشعب العامل، يجيب الراجل ابو عمه يديله لجنه الشؤون الدينيه في الاتحاد الاشتراكي، ويجيب الراجل اليساري يمسكه لجنه العمال، ويجيب الراجل اللي هو الليبرالي او بتاع الراسماليه الوطنيه على حد التعبير الشائع انذاك، ويمسكه الغرفه التجاريه او شؤون التجار، لجنه شؤون التجار، وتخلص الحكايه على كده. وبعدين هم بيحبسوا كده عشان هم مش ضامنين يخش انتخابات مش هياخد نفس الحجم، فهو عايز ياخد حجم اكبر من حجمه، فيبقى ايه قسمه، عايزين تمثيل، عايزين تمثيل، والتمثيل بالنسبه له هو تمثيل للنخبه مش اختيار للشعب. فطبعا هم دلوقتي واضح ان الاخوان مصممين على مساله الانتخابات، ان اي حد يتمثل او اي تغيير يبقى عن طريق صندوق الانتخابات، ومعاهم القوى الاسلاميه. واضح طبعا الفريق السيسي كتب على صفحته على الفيسبوك بعديها ردا على الخطاب بتاع الرئيس مرسي، قال ان الشعب متمسك ومصمم ان هو يحمي الشعب، قال ان الجيش مصمم على انه يحمي الشعب المصري من اي ارهابيين او متطرفين او جهال، والجيش سيتصدى لاي ارهابي او متطرف او جاهل. فكده اوضح ان الفريق السيسي ومن معه في الجيش مصممين على مسألة ان هو برضو لازم يعزلوا الرئيس مرسي. طيب. فبالتالي كلا الطرفين مصمم على وضعه. فانت قلت دلوقتي تمثيل للنخبة مش انتخابات للشعب، الكلام ده انا معاه في عمومه، بس عايزين نتناقش شوية بالتفصيل. لو حكاية تمثيل للنخبة، لهي النخبة هي مئات الالاف وهي الملايين اللي احنا شفناها من هنا ومن هنا، احنا ده مش كل دول نخبة. طيب ايه اللي يخلي واحد يخرج، واحد شارك في ثورة يناير؟ احنا شفنا مثلا، اديك مثال، الدكتور احمد حرارة الذي فقد حبيبتيه، فقد عينيه في تظاهرتين متتاليتين، وربما على ايد نفس الضابط اللي هو المشهور بقناص العيون، اللي اشتهر بقناص العيون ده، وخرج في مظاهرة واقف جنب منه فيها ضباط الشرطة، اللي واحد منهم هو اللي أصاب عينيه الاثنين، كويس، والاثنين واقفين بيهتفوا نفس الهتاف وبيقولوا نفس الكلام. طيب ايه اللي خلى هذا؟ انا ما اقدرش يعني ما اقدرش هنا اتهم حد بانه هو ده الراجل ده مدفوع، ولا ده ماجور، ولا ده مضلل، او ده عنده لا من مش الوعي، ماجور، ده عنده من الوعي السياسي الكثير، وصعب انه يبقى واحد ماجور على عينيه. يعني مساله ما لا، هو يعني كل
المحللين المدققين، وحضرتك عارف الكلام دوت، عارف ان هو في صراع في مصر من بداية القرن العشرين بين فكرتين، بين فكرة اسلامية والفكرة العلمانية او فكرة التغريب. الصراع ده كان بياخد اشكال مختلفة، دلوقتي خد الشكل ده، والصراع ده خد الشكل ده لان هم جنونهم العلمانيين لما لاول مرة في تاريخ مصر الحديث من اول الاحتلال الانجليزي لغاية 2011 ان الاسلاميين يمسكوا الحكم. من 1804 او من 1804 لما محمد علي مسك وابعد علماء الازهر. فانت من يعني بقالك قرنين ما شفتش الاسلاميين ماسكين الحكم، فان يعني وكانهم جنونهم. هو ده صراع كده، بقيت الشعب مخدوع بالاعلام، مخدوعين. انا واحد زميلي وصحفي وبكلمه بيقول لي اللي اتقتلوا امبارح في الجامعه، المهم ال 18 اللي اتقتلوا دول المعارضين بتوع مرسي والاخوان قتلوهم، مع ان الجامعه كلها اللي متظاهر فيها الاسلاميين، واللي اتقتلوا دولت اسلاميين وبدقون ومضروبين بالرصاص الحي. أيوة. وفي حمايه مدرعات الجيش والشرطه. فما صحفي يقول لك كده يبقى رجل الشارع العادي البسيط اللي في الشارع هيعرف ايه؟ معذور. لما ده صحفي بيفتح النت وقاعد، وبعدين صحفي في جريده كبرى جدا بيجيله كالات انباء وبيجيله تابع عنده اقسام مشاهده واقسام استماع وحاجات كده، يعني ما بيجيبوا في القنوات اللي هي المناصره للعلمانيين، بيجيبوا مناظر من ميادين في المحافظات طالعه مؤيده لمرسي، بس مش رافعه صور مرسي، رافعين علم. ما هو برضه في خلل عند الاسلاميين في الناحيه الاعلاميه دي، بدل ما يطلع مثلا يافطه المفروض يكسر من اليافط اللي مكتوب عليها هو طالع ليه ومطالبه كده، لا رافعين العلم المصري. برضه هم عايشين في الدور بتاع التعامل مع العلمانيين، كلنا مصريين ومش عارفين، ارفع العلم المصري. طب ما ترفع حاجه تميزك، انت مؤيد لمرسي ولا معارض لمرسي؟ فيجيبوا صور المظاهرات دي ومشيرينها على ان هي مؤيده. حتى لو كده انا امبارح كان معاه متصل من اسوان ونبهني وجبنا المظاهره وصلحناها، وفعلا قال لي اسوان كلها دلوقتي في مظاهره على كورنيش النيل في القاهره. شوف جم من اسوان لغايه القاهره. فقال لي اسوان مظاهره حاشده بجد، قال لي ومظاهره مؤيده، وكل القنوات جايبه صورنا على ان احنا مظاهره معارضه للرئيس محمد مرسي. بس هم جايبينهم ازاي بقى؟ جايبينهم من فوق. فهو باين من اليافطه بتاعتك الخشبه، العمود بتاع الخشبه. وباين من الناس اللي دماغها من فوق. فمش باين ان ده ملتحي ولا 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 مش ملتحي، مش باين دي صوره محمد مرسي ولا صوره حسني مبارك، مش باين ان دي يافطه بتقول ارحل ولا يافطه بتقول بنحبك يا مرسي، مش باين. ايه الحكايه؟ مظاهرات. الاستاذ سليم عزوز كان بيقول انا اعرف الديمقراطيه انها عدل الاصوات في الانتخابات، ما اعرفش ديمقراطيه عدل الرؤوس. الطيارات اللي طارت وعدت الروس وقالت لك طيب المظاهرات دي كده على عدد الروس دول كده ضد، طب ما فيهم مع يعني. ف امبارح جبنا احنا بقى المظاهره زي ما هي على يوتيوب، نفس المظاهره نفس الموقع، بس مش زي ما جت على القنوات، زي ما هم نشروها على يوتيوب. ففي الفيس مش من اعلى. واضح ان في اليوفط، في صور محمد مرسي مع الرئيس مش عارف ايه، نؤيد الرئيس محمد مرسي. مساله نفس العدد نفس الوجوه نفس الموقع نفس اللحظه. فواضح ان يعني مهما كان يعني هم غلطانين زي ما حضرتك بتقول اذا كانوا لا يكثرون من اللافتات التي توضح موقفهم، لكن في الناحيه الثانيه والله لو عملت كده برضه ما حدش هيسال. ما في دجل، ما هو زي ما احمد شوقي قال انت عارف، اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه. ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في اذنيه. مظبوط. عايز اقول لك برضه ان امبارح كان شاشه النهار حاطه، معرفش هل خطأ ولا عمدا، حط صور الرابعة العدوية كانت بتحطها المنصورة. الناس يعني الناس مش عارفة خارجة في الصنعة قوي، مش عارفة ان الشارع ده كذا ولا اليافطة دي ولا المدخل ده. لازم تكون من اللي احتكوا بالمنطقة كويس وحافظينها كويس، وحافظينها وعارفينها عشان تعرف هي دي رابعة العدوية ولا المنصورة. فيعني في حاجات من دي بتحصل كتير. ولكن هو في طبعا برضه في الناس مقصره، يعني انت شفت مناظر الناس في المنصوره ما جت على الفيديو، طالعين بالالي ومحدش كلمهم، طالعين بالالي يضربوا في الاخوان ومحدش كلمهم، في حين ان هم راحوا الجامعه امبارح سحلوا الناس اللي في الجامعه، يعني كميه غاز رهيبه اتضربت على الناس. الناس بيقولوا ما حصلتش ايام ثوره يناير. وكان البلطجيه يعني البلطجيه هجموهم ثلاث مرات، فسبته ما جريوش الناس المؤيدين لمرسي الاسلاميين اللي في جامعه القاهره.
فراحوا جم بعد كده في حمايه مدرعات الجيش والشرطه، بقت المدرعات قدام والبلطجيه واقفين وراها بيضربوا رصاص حي على الناس. 18 واحد قتل ومئات المصابين، 60 مصاب اصابات شديده. ففين بقى ان الفريق السيسي بيقول احنا هنحمي الشعب؟ هو الشعب عنده المعارضين بس لمرسي؟ الشعب المؤيد لمرسي او الشعب اللي اتجاهه اسلامي ودولت مش من الشعب يعني؟ يعني التعريف احد اغراضه في اللغه التحديد. يعني الشعب الذي تعرفوني، الشعب اللي انا قصدي عليه يعني. طيب بيان من رئاسه الجمهوريه لسه صادر حاليا، استاذن حضراتكم نقراه سوا واسمعوا معانا الاستاذ عبد المنعم منيب. تجدد رئاسه الجمهوريه تاكيدها على خارطه الطريق التي استجابت فيها للنداء ودعت كافه القوى الوطنيه للحوار حولها، حول هذه الخارطة يعني، لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر هذه الأيام. وتؤكد الرئاسة أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون. وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم. وتحمل الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق، وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسي الذي لا يتمنى أي مصري لوطني الحبيب. وحرصا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلي المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح. وينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة، وهي أن الشعب المصري مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول في الشوارع في الأيام الماضية، فمئات الألاف نزلت من الجانبين. ومن الأخطاء التي لا يمكن قبولها بصفتي رئيسا لكل المصريين، ده الرئيس محمد مرسي اللي بيتكلم، هي أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد، إذ يقتضي الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير في جميع الميادين. وكأن هذه الفقرة بترد على اللي انت كنت بتقوله حالا او بتأيده، يعني بتأتي في سياق اللي انت كنت بتقوله حالا استاذ عبد المنعم منيب. وتعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة وآمنة تستند الى الشرعية الدستورية التي بناها المصريون سويا، تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على اساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية في غضون اشهر قليلة، ويتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الاطياف السياسية. هذا هو سبيلنا للمضي قدما للأمام ليقول المصريون كلمتهم في صناديق الاختراع. أما السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصري، فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التي ملأت شوارع مصر، ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها. ويخطئ من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم الشرعية، شرعية الدستور والثورة، وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصري الأبي الذي ذاق طعم الحرية ولا يمكن إلا أن يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصري المعهودة. فلنحافظ على سلميتنا ولنحافظ على وطننا، نحافظ على ثورتنا الرئيس. ده البيان، بيان رئاسة الجمهورية. عايز أقول أن هذا البيان يأتي تأكيدا النقطة الثالثة، وأنا معكم أمس لخصت بيان أو خطاب الرئيس في ثلاث نقاط، قلت ولو أنه اجتزأ بهم واكتفى بهم لكان خيرا للجميع من هذه الخطبة المطولة حقيقة، والتي باتت عيبا واضحا في كل خطب الرئيس تقريبا وفي كل بياناته، حتى البيان ده بيان طويل جدا والمعنى بالغ البساطة. النقاط هي: النقطة الأولى أن الرئيس يقول لن يقال ولن يستقيل، وعلى من يريد أن يعزله من منصبه أن يلجأ إلى طريق الآخر. دي النقطة الأولى اللي جت في خطاب الرئيس امبارح. النقطة الثانية كانت أنه الرئيس بينفي أن يكون هناك أي توجه للعنف حسبما أشيع في دوائر إعلامية واسعة، فقال إحنا مش هنعمل أي عنف، وأنه هو شخصيا يأمر الناس اللي معاه
بان هم ما يمارسوش اي شكل من اشكال العنف. النقطه الثالثه ان انه تبنى المبادره التي سبق ان طرحها حزباء الوطن والدستور، بس قلت انه تبناها بشرط ان يتبناها الاخرون. في البيان ده الرئيس بيتقدم خطوة ويعلن أنه يتبنى المبادرة صراحة. هذه المبادرة لم تعد هي مبادرة حزبي الوطن والدستور، الآن هي مبادرة الرئاسة. أستاذ عبد المنعم منيب، ماذا ترى؟ هو أنا يعني طبيعتي مهتم بالسياسة شوية وبركز على الجانب السياسي في الأمور. أنا اللي أنا شايفه إن الرئيس مرسي امبارح والنهارده هو بيحاول يؤكد على حاجة أو خط الإخوان المسلمين من امبارح والنهارده، إن هم بيحاولوا يظهروا بإن هم مستمسكين بالجانب الشرعي والقانوني، وبيطولوا بحيث إن أي حد عايز يعمل حاجة ضدهم يبقى هو بيعملها خارج القانون وخارج الدستور. يعني مش عايزين يغلطوا، يعني مش عايزين يتورطوا في عنف، مش عايزين يتورطوا في أي عمل مخالف للقانون، وعايزين يدعوا غيرهم ليتورط، هو سواء بعزل الرئيس او اعتقال الرئيس او كده. وطبعا بالتالي هم اكيد لهم خطوات تاليه ستكون تتلو هذه مثل هذه الخطوات التي قد تكون مخالفه للقانون ومخالفه للدستور، ولكن هم مش عايزين يبادروا او يبداوا باي مخالفه للقانون او للدستور. مش عايزين يكونوا هم الطرف اللي خرج على حدود الشرعيه، مش عايز يكونوا البادئ بالخروج على الشرعيه ولا البادئ باستخدام اي اساليب مخالفه للقانون او الدستور. طيب ماشي، انت هم عايزين يحرجوا غيرهم بان هو اللي يقع في هذا الخطا. يا سيدي وانا مش هنحرج، وانا هخالف لو مش هتحرج وهحافظ على القانون. ما انا عايز اقول لك بس ما هم معدين. هو في تصريح قاله احد متحدثين باسم الاخوان مش فاكر مين، هو اذيع يعني الصبح على الجزيره، قال ان هو احنا بهان الجيش ده معناه انقلاب على الشرعية، وتدخل الجيش غير قواعد اللعبة، ونحن نغير تكتيكاتنا، ونحن أعددنا أنفسنا لهذا السيناريو من زمن طويل. كويس. وأنا أظن إن هو أعددنا أنفسنا دي أنا شخصياً أشك فيها. أنا شخصياً أشك فيها، لأن لو أعددت نفسك تكان في إيديك فرص كتيرة قوي. انت كنت فاهم انك انت قعدت واستقريت والدنيا بيس يعني زي الفل مفيش مشكله، وانه بالتالي كان الهم الأول. يعني عايز اقول لحضرتك ان كانت مشكلتي دائما وابدا مع كل ضيوفي ممن هم قريبون من الاخوان بشكل او باخر، ان هم يقولوا لا احنا بنبني مؤسسات الدوله المؤسسات الدستوريه، وانا اقول لهم شبعوا الناس الاول، يعني خد الناس في صفك لانه محدش هيسيبك تقعد، الناس هم اداه اي فعل، عليكم ان يعني تصدقوا اهميه مشاعر الناس واهميه اراء الناس واهميه ميول الناس اكتر من كده شويه. انت شايف انت بتتعامل برضه مع المساله بطريقه رص الطوب، يعني رص هنا شويه دستور ورص هنا شويه برلمان واطلع هنا بسقلتين رئاسه واعمل. الدول مش كده، الدول هي الناس في الاخر، الوطن هو المواطن في نهايه المطاف. فلو هم كانوا متحسبين لهذا السيناريو من بدري كان الأولوية اتغيرت، اللي قدام جه ورا واللي ورا جه قدام، المواطن كان هو اللي هيبقى الأول والمؤسسات تبقى ثانية. أصل هما الإخوان وهم اعترفوا كده في جلسات خاصة، يعني طبعا الحاجات دي ما بتتقالش في العلن، وبرضه يعني أنا برضه ما بملش إن أنا أنقضهم في الظروف دي، ولكن هم قالوا في جلساتهم الخاصة إن هم راهنوا على إن أجهزة الدولة هتتعاون معاهم عشان يعملوا إصلاح ويعملوا قفزة. فهم فوجئوا واتصدموا ان اجهزه الدوله لا يهمها ان هو ده هو تقديرهم للموقف كده. خبر ابيض، انا مش بقول لك رايي، انا بقول لك الكلام اللي هو اتقال من ناس كبيره في الاخوان في جلسات خاصه. هم فوجئوا ان طبعا الناس دي لا يهمها تنميه ولا يهمها انجاز، هم يهمهم الحفاظ على المكاسب بتاعتهم اللي هم كسبوها والاوضاع اللي هم خدوها. فابتدى بقى هو متاخر يدرك ان هو لازم يتعامل تعامل اخر مع الأجهزة ديت والدولة العميقة والدولة المش عميقة، ففوجئ ان هو طبعا مش قادر يعمل حاجة، لان هو كانوا خلاص ايه يعني خنقوه، يعني كانوا لفوا الحبل على حوالين رقبته على بال ما هو ايه ادرك المشكلة. طيب يعني طبعا فهم متأخر، وفي السياسة الفهم المتأخر والقرار المتأخر يساوي كارثة. بالظبط. صديقك نابليون بونابرت ساري عسكر الفرنسيس قال
أن تصدر قرارا خاطئا في وقت مناسب أفضل من أن تصدر قرارا صحيحا بعد فوات الأوان، لأنك تكون حاضر في المشهد واخد بالك في وقت مناسب، هو ده أنك أنت تكون قدام الجول لحظة ما الكرة هتترفع، أديك هتعرف تشوط، هتعرف تجيب منها كورنر، هتعرف تجيب منها ضربة جزاء، هتعرف تعمل ستارة اللعيب تاني جاي من وراك يشوط، هيبقى عندك أمل في حاجة، هتبقى محسس الفريق اللي قدامك بالتهديد. لكن ما قيمة انك انت تروح قدام الجون بعد ما الكرة طلعت اوت؟ ملاش اي لازمة. او بعد بالزبط. ما الهجمة اتردت في الناحية التانية ملاش اي لازمة. اذا فانه قرار خاطئ في وقت مناسب افضل بكثير من قرار صحيح بعد فوات الاوان. يعني اذا كان فيه يعني حكاية ايه، نحن سنبني المؤسسات الاول دي بالظبط، دي كانت حالة من حالات التضليل الرؤية، يعني يعني ان في لا هو في طبطبة، يعني في طبطبة على الامريكان وفي طبطبة على الدولة العميقة، في طبطبة يعني الاخوان اتعاملوا باسلوب مش سياسي، يعني السياسة بتقدم فيها الحذر وتقدم فيها سرعة اتخاذ القرار وتقدم فيها، هم ما تعملوش بالشكل ده. يعني هو كان مثلا سهل جدا ان هو يرخص الاسعار العاديه بتاعت يعني الواحد يروح السوق يجيب قطه ويجيب بسله مش عارف ايه يلاقيها رخيصه، لو هو فتح مع الطريق مع السودان الطريق البري، الطريق البري دوت كان خلص في وقت الثوره كده ثوره يناير، وبعدين طبعا هم ما فتحوش لان امريكا زي ما انت عارف برضو في شيء من الحصار على السودان، مش عايزه اقتصادها يتحسن طبعا، وفي نفس الوقت السودان هي كل حاجه عندها رخيصه، المواد الاوليه دي عندها رخيصه لانها كمان تحت الحصار، فانت بالنسبه لها هتبقى السوق اللي هي عايزه اللي هي حريصه عليها وبتدلعها، هم مش لاقيين يبيعوا. وبعدين انت في نفس الوقت كل المواد الصناعيه البسيطه اللي هي مثلا مراوح بوتاجازات مش عارف ايه عربيات ما اعرفش ايه اللي هي هنا دي في مصر بتتجمع او بتتصنع، هما هناك بيشتروها بيستوردوها من بعيد، بتيجي بالبحار وبالسفن، تكلفة النقل عنده عالية يعني لو خدها من مصر. انت عندك هنا الالات الزراعية والماكينات الزراعية بتتصنع في المنصورة في كفر الشيخ في الورش في القلم هنا في ضواحي القاهرة، لكن يعني هما هناك ما عندهمش الكلام ده خالص، فكان انت هتودي ده وتاخد ده، فهم المجلس العسكري ما رضيش يفتح طبعا الطريق، فجي البشير جه لمرسي شهر 9 فما رضيش يفتح الطريق، وما ويقال انه ما قبلوش كويس وقال له بعدين في بعد كام شهر وبتاع، فجه في شهر ابريل اتفقوا ان الطريق يتفتح، واتفتح فعلا يوم 29 او يوم 28 يونيو الطريق البري اللي هو قبل قبل ال 30 يونيو بيوم ولغايه دلوقتي ما حدش اتكلم عن الموضوع ده يعني هو اتفتح وما حدش قال. وبعدين يعني هتنزل تكلفة النقل، يعني كان اللحمة بتيجي من هناك بالطيران باع هناك كيلو ب 35 جنيه، تكلفة النقل هيحصل فيها تخفيض 70% بالطريق ده يعني عشان يعني هتيجي كل حاجة بري. يعني لو اعتبرنا ان تكلفة النقل بتساوي 30% من ثمن السلعة تقريبا في المتوسط يعني فمعنى كده ان هيبقى كيلو ب 28 جنيه مثلا يبقى في الحدود دي بدل ما كيلو لحمة السوداني بيجي لنا دلوقتي بيتباع، الاول العدد هيزيد كمية الوارد هتزيد جدا وبعدين هيبقى الكيلو بدل ما هو ب 35 جنيه يبقى ب 27 جنيه بلاش ده الناس كلها تاخدها. فهم المشكلة ان هو انت طبطبت على امريكا على امل ان امريكا تسيبك في الحكم، انا كان حياتي افتح مع السودان وابيع لها وتبيع لي حياتي وحياة السودان. معانا دلوقتي الاستاذ عبد الله الماحي يقول لنا الاخبار الجديدة من الرابعة العدوية وبرضه نتكلم فيها. استاذ عبد الله اهلا وسهلا. انا متابع حاجة. استاذ عبد الله الماحي. استاذ عبد الله الماحي. استاذ عبد الله. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. قول لي طلع دلوقتي حالا بيان اخر من رئاسه الجمهوريه وكان مفروض ان كنتوا عندكم الساعه 3:30 اعلنتم عن انه التحالف الوطني هيطلع بيان، ايه الاخبار؟ التحالف الوطني قدم التعازي ل 15 شهيد لاكثر من 15 شهيد في ميدان امس. وأكد التحالف على التمسك بالشرعية لأنهم مستعدون لأن يبدوها بأرواحهم، أيضا أكد يعني التحالف على أن دماء هؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحية الاعتداء الذي تم أمس على المتظاهرين السلميين في ميدان النهضة هو في رقبة من تكفلوا بحماية هؤلاء المتظاهرين. التحالف اكد على التمسك بالدستور وبالشرعيه الدستوريه ويرفض التحالف اي انقلاب على الرئيس
وايضا رفض التحالف في احد بنوده على استقاله الرئيس او ما شابه ذلك. دعا التحالف ايضا كل جمهور الشعب المصري الى النزول الى كافه الميادين في مصر. ايضا يعني كان هناك بيان اخر لعلماء الازهر اكد على دعمهم الكامل للشرعيه وانهم مستعدون لان يبذلوا دماءهم فداء. مين علماء الازهر يا استاذ عبد الله؟ مين الازهر طلع بيان دلوقتي؟ الازهر الرسمي طلع بيان دلوقتي يدعو فيه الى حقن الدماء ومعرف ايه. علماء الازهر مين اللي طلعوا بيان يعلنون فيه تمسكهم بالشرعيه؟ عفوا لما اسمعك جيدا. انت بتقول علماء الازهر طلعوا بيان يعلنون في تمسكهم بالشرعيه، انا بقول لك الازهر الرسمي طلع بيان، يعني مشيخه الازهر طلعت بيان بتقول فيه انها بتدعو الى حقن الدماء، وده يعني باللغه كده يبقى ده عكس اللي حضرتك بتقوله، فمين علماء الازهر بالتفصيل اللي وقعوا على البيان اللي حضرتك بتشير اليه؟ الان الموجود من داخل الميدان يعني هناك مجموعه كبيره من علماء الازهر ومن طلاب الازهر الشريف يرون ان بيان مشيخه الازهر لا يرقى الى مستوى المسؤوليه، يرون ان الازهر الشريف له دور اكبر من هذا على المستوى التاريخي للازهر، ويرون ان مثل هذه البيانات يعني لا ترتقي بمستوى المسؤوليه. الذي تحدث الان على الملف كان الدكتور عبد الرحمن البر عميد كليه اصول الدين والدعوه واحد علماء الازهر الشريف، يتكلم بالنيابه عن كافه علماء الازهر المتظاهرين والمعتصمين في كافه ميادين انحاء الجمهوريه. يعني هناك ايضا يعني مواقف اخرى لبعض من طلاب الازهر الشريف، اشتغلت هناك وتكلمت سابقا بعض المظاهرات، وانضم طلاب الازهر الشريف الى مظاهرات الى والاحتشاد الموجود داخل ميدان رابعه العدويه. دعني الان اتكلم عن الميدان بصفه عامه، هناك حاله ترقب غير عاديه وغير مسبوقه، الجميع يتحسس الاجتماعات وبيانات المجلس الاعلى للقوات المسلحه، الجميع يترقب ماذا ستسفر عنه الاحداث والاجتماعات التي تكلم عنها المتحدث الرسمي في القوات المسلحه، الجميع ايضا ينتظر بيان واضح من القوات المسلحه عن موقفها النهائي مما يحدث على ارض الواقع. ومن خلال مناقشتي مع المحتشدين والمتظاهرين داخل الميدان راى الجميع ما بلا شك ان موقف القوات المسلحه يعني بمثابه انقلاع واضح على الشرعيه الدستوريه الذي يعني نسعى الان كما قلت لك. نقل استاذ عبد الله، نقل عن القوات، نقل عن القوات المسلحه الدكتور صلاح سلطان، ويعني هناك مثال فيها نفيس من علماء الازهر الشريف. نقل عن القوات المسلحه انها انحازت الى الشرعيه الثوريه. وأسألك أيضا عن بقية تفاصيل البيان اللي أطلقته التحالف الذي أطلقه قوى التحالف الوطني إذا كانت هناك له بقية. أنت قلت أنه قدموا خالص التعازي لأكثر من 15 شهيدا من الشهداء الذين سقطوا فجر اليوم في ميدان النهضة، وأنهم دعوا الناس إلى النزول إلى الميادين. هل من تفاصيل أخرى في البيان؟ وماذا عن إعلان القوات المسلحة أنها تنحاز إلى الشرعية الثورية؟ عفوا الصوت لم يصلني جيدا. هل من تفاصيل أخرى للبيان، لبيان قوى التحالف الوطني، غير تقديم العزاء لشهداء ميدان النهضة ودعوة الناس للنزول في الميادين؟ وماذا عن إعلان القوات المسلحة أنها تنحاز إلى الشرعية الثورية؟ الآن كما قلت سابقا أن التحالف الوطني للدعم الشرعية قدم التعازي لأهالي الشهداء، وأيضا حمل كل من كان مسؤولا عن تأمين المظاهرات ومسؤولا عن حماية هذه التظاهرات دماء هؤلاء الشهداء. ايضا اريد ان الملح ان هناك يعني رد واضح لما يحدث من يعني محاولات تشويه الصوره الموجوده داخل ميدان رابعه العدويه ومحاولات انقلاب الشرعيه الواضحه كما سماها المحتشدون داخل الميدان.
الجميع يعني هنا كما قلت هناك حالات ترقب غير مسبوقه، هناك حاله من النفور العام داخل المحتشدين داخل ميدان الرابعة العدويه، الجميع ينتظر الموقف النهائي للقوات المسلحه هنا داخل الميدان. كما قلت يعني البيان الذي خرج يعني منذ قليل على يعني الصفحه او الكلام الذي تداولته وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مما صدر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحه من ان انه سيتم لن يتم الاعلان عن البيان كما المهله التي حددتها القوات المسلحه لها 48 ساعه، لكن سيتم الاعلان عن البيان في فورا. يعني هذا الامر يؤكد المتظاهرين ان هناك يعني تدبير ما سيحدث او يعني محاولات يعني لتجميل وضع الانقلاب على الشرعيه وعلى الدستور، وهذا يعني ما هو يعني يتضح لدى غالبيه المحتشدين داخل الميدان الان. اشكرك الاستاذ عبد الله الماحي، لو ان هناك جديدا نرجو ان توافينا به. استاذ عبد المنعم منيب، سمعت معايا ادي دي اجواء ربع العدويه، ده اجواء النص الثاني، يعني كيف ترى الامور؟ لا هي الامور هم مترقبين، يعني هم دلوقتي الاسلاميين منتظرين يشوفوا الجيش هيعمل ايه. يعني هم ما عنديش، يعني هو دلوقتي ما عندوش، انت عارف ما فيش ابتكار مثلا سياسي او خيال سياسي، طبعا بيقود المشهد الاخوان المسلمين، فالاخوان المسلمين ما عندهمش او مش قادرين ان هم يطرحوا مثلا مبادره تفك الوضع شويه، تفككوا من بعضيه او طرحت المبادره بتاعت الرئيس اللي قال لك فيها، ما هي المبادره دي مش ناجحه، يعني مش ناجحه او مش كافيه ان هي تفكك الوضع. وبالتالي هم منتظرين يشوفوا الجيش هيعمل ايه، وهم يعني هيبنوا على كده رد فعلهم القادم. طب يعني طب ما تخلينا اسال سؤال، هو ليه اذا الرئيس محمد مرسي شايف انه حكومه تحالف وطني دلوقتي حل كويس، او حكومه تحالف يعني تحالف وطني بشكل عام حل كويس وحل دستوري وحل ما فيهوش خروج على الشرعيه ولا اي حاجه، طب هو ليه ما عملش ده من شهرين مثلا او من شهر؟ عشان هم المعارضه رافضه تشترك فيه، ما هو كان هيعملها مع نفسه، هيتحالف مع نفسه. لا مش هيتحالف مع نفسه، انت لو دعيت، وانت خلي بالك بس ان هناك فرق بين ان انا اقول لك حكومه تحالف وطني وبين ان انا اقول لك تعالى تحالف معايا وطنيا. حكومه تحالف وطني يعني اطراف متساويه على مائده مستديره، احنا بنقعد كل واحد كده كل نفر براسه زي ما بيقولوا، يبقى احنا 10 اطراف رفض. يبقى القرار مقسوم على 10. بس هم رفض، ما هو الكلام ده عشان يعملوا ايه؟ مش لازم برضو نتكلم مع بعض الاول ونتحاور الاول؟ هم جزء منهم، جزء من المعارضه، هم صادقين ووطنيين وكل حاجه، ولكن هم اصبح عندهم عقده او تجارب سيئه مع الاخوان، بقى في انعدام ثقه مع الاخوان، وفي جزء من المعارضه هم عايزين يملوا شروطهم على الاخوان، يعني عايزين الاخوان دي يبقوا في الحكم ولكن هم المعارضه دي هي اللي تحكم، يعني بيقولوا لا انت ما تجيش تقعد نتحاور غير اما توافق على اقاله النائب العام واقاله هشام قنديل وانتخابات الرئاسيه مبكره والدستور يتعدل وكذا وكذا، يعني هم عايزك تنفذ شروطه الاول وبعدين اذعان قبل الوصول الى طاوله التحاور. زي ما اسرائيل بتعمل، زي ما اسرائيل بتعمل مع الفلسطينيين. فبالتالي هم الاخوان بقوا في حسبيص، يعني مش عارفين يعملوا ايه. هو طبعا هي ليها حلول سياسيه، ان انت كنت تتوافق مع الوطنيين اللي في المعارضه واللي عايزين مصلحه البلد حقيقه، مش هم غير اللي عايزين مناصب وغير اللي هم موتورين عشان ما نجحوش في الانتخابات وغير دول. انت كنت عمل كده مع بعض الاطراف واستقالوا مع اول ازمه، مع عشان ازمه ما هي دي مشكله عند الاخوان، ادارتهم للتحالفات مش جيده. هم بيديروا التحالف، هو عايز التحالف يبقى عقد اذعان ليه، ما هي دي مشكله. اصل احنا انت عارف البلد خاضعه لحكم ديكتاتوري يمكن برضو من ايام محمد علي يعني. فبالتالي في وفي وبعدين بقى من ايام رؤيه ديمقراطيه، مفيش نفس ديمقراطي عند الاطراف، الناس مش عايزه تتفاهم عند كل الاطراف. يعني مفيش ثقافه التحالف. مفيش ثقافه التحالف، ثقافه الديمقراطيه، ثقافه الحريه، مش قائمة. ممكن ما بقاش في ثقافه ديمقراطيه بس يبقى في ثقافه التحالف. انا حاسس ان البلد هتخرب من غير ما تحالف، فتحالف وخلاص يعني. يعني ممكن ابقى برضو يعني. طيب انا معانا دلوقتي الاستاذ عبد الرحمن كمال من التحرير. استاذ عبد الرحمن ازاي اخبارك؟ اهلا
ازي حضرتك؟ اهلا بيك، ايه الاخبار عندك؟ طمني. هناك احتفالات في ميدان التحرير من حوالي نص ساعة تقريبا، بعد ورود انباء عن عزل رئيس عمل مرسي وتحديد اقامته. بس دي انباء مش مؤكده خالص يا عبد الرحمن، مفيش اي طرف اكد الكلام ده. لكن الحقيقه انه المتواجدين في التحرير بيتعاملوا معاها على ان هي اخبار مؤكده. لا، ما انا عايز اقول لك، بس عايز اكد لك انه لغايه دلوقتي هذا الكلام يعني ليس له اي ظل من الواقع، لا في تصريحات رسميه ولا في اخبار جت من اي مصدر حتى مهزوز، بلاش موثوق. هو الحقيقه في بعض الناس بتحاول ان الناس تتاكد من كده عبر الهاتف، لكن الحقيقه في شكل منظم من الاشكال يعني ترويج هذا الخبر. مظبوط. طيب ما هي كده، هو اشاعه يتم تسويقها عندكم، لكن انا بقول لك اهوت، انت بتقول ان في ناس بتحاول انها تتاكد عبر الهاتف، انا عبر الهاتف باكد لك انه هذا الكلام لم ياتي به اي خبر من اي مصدر كان. تمام. الامر ده ادى الى حاله احتفالات صاخبه موجوده بالاساس في شارع طلعت حرب اكثر من وجودها في ميدان التحرير نفسه، اللي هو موجود في نفس الوضعيه بتاعته اللي بتبقى موجوده كل يوم في نفس هذا التوقيت، اللي هو لسه يعني لم يمتلع عن اخره، ما زال يعني هناك نصف الميدان خاوي، ولكن هناك طبعا حشود بتاتي للميدان من كل الاتجاهات، خصوصا من اتجاه الكورنيش ومن اتجاه طلعت حرب. كل الناس اللي بتيجي الميدان بتفاجئ بالاحتفالات دي وبتفاجئ بالاخبار، فتنضم هي الاخرى الى الاحتفالات بعد سماع هذه الاخبار او الشائعات. طيب ايه الجديد في موقف الناس عندك؟ الجديد في موقف الناس انه الناس تركوا تماما الهتافات وتركوا تماما اي احتجاجات، او حتى الناس اللي كانوا ماسكين ميكروفونات وحتى المنصات نفسها يعني نشاطها تضاءل تماما واصبح غير موجود، اصبح الامر مقتصر على بس بعض الاناشيد الوطنيه. طيب مفيش تداول او اي رد فعل عندك على وقعة قتل حوالي 18 واحد او اكثر من 15 على الاقل من المتظاهرين اللي كانوا عند ميدان النهضة، واصابة 60 واحد ضربهم بالرصاص الحي وبقنابل الغاز، ويعني اشكال الاعتداء المختلفة، مفيش اي رد فعل عندك على الوقعة دي ومفيش اي تداول ليها؟ الحقيقة في بعض الناس تداولوا هذه الاخبار منذ الامس، يعني منذ الامس في وقت متأخر، ولكن الحقيقه الحديث يدور عن انه بالتحديد يعني عن انه الشباب اللي موجودين في بين السرايات طلعوا على الناس ضربوهم على الاتموت. لا، على الاتموت ايه؟ على الاتموت بالرصاص الحي؟ وحد قال ان اهالي بين السرايات بيفرقوا عليهم رصاص حي يعني زي الملبس؟ لا مش كده. هذا ما يتم لا ما يعني بس طبيعه الاصابات انها بالرصاص الحي، يعني اللي مات برصاصه. وبعدين كمية الغاز الرهيبة اللي انضربت، اللي يعني ما انضربتش على مدى 18 يوم من احداث الثورة المصرية، ثورة 25 يناير، تفتكر ان البقالين مثلا اللي في بين السرايات بيبيعوا قنابل الغاز يعني؟ طبعا ده مستحيل، لكن هذا ما يتم تداوله في الميدان منذ امس على نطاق محدود جدا، يعني تم تداول هذا الخبر بشكل يعني وكأن هناك جهاز إعلامي يسيطر على ما يبث، فيحجب حقائق ويبث شائعات في عملية إدارة إعلامية لميدان التحرير دلوقتي. طيب أشكرك الأستاذ عبد الرحمن كمال، وخليك معانا لو أن هناك جديدا من ميدان التحرير، أهلا وسهلا بيك في أي وقت. أستاذ عبد المنعم منيب، نرجع تاني للحشود اللي اتكلم عنها عبد الرحمن دلوقتي في ميدان التحرير وفي طلعت حرب، وفكرة حكاية انه حديث عن صدور قرار بعزل الرئيس محمد مرسي والناس مرحبة، مين الجهة التي تملك اصدار هذا القرار وما مدى دستورية او شرعية مثل هذا القرار؟ لا، هو ما فيش حد يملك مثل هذا القرار، وما فيش ملوش اي شرعية، يبقى لو حصل كده يبقى انقلاب يعني. ما واللي احنا فيه ده مش انقلاب؟ ما هو انقلاب، بس لسه ما يعني ايه الخطوه الاخيره ما تنفذتش، يعني الخطوه الاخيره لسه ما تنفذتش، اللي هو
ان هم يشيلوا الدكتور محمد مرسي مباشره او يحددوا اقامته او كده، يبتدوا هم يصدروا الاوامر بشكل سافر. هم مسيطرين على البلد فعليا، بس قانونيا ما لهمش وقع قانوني لسه. يعني انت شايف انه ما حدش فكره عزل الرئيس هذا القرار، ليست هناك جهه ولا طرف ولا شخص يملك اصدار مثل هذا القرار حسب القانون حسب الدستور. الدستور ما فيش حد يملك عزله، يعني حتى البرلمان مجلس النواب لما ينتخب الجديد هيبقى بيحكموا الاول عشان يعزلوا، ما ينفعش يعزلوا من باب للطاق كده. صحيح. فهم ما فيش، ولازم اغلبيه 60%. اغلبيه تلتين. فهي المساله مش هو ده كلام، يعني هو المساله كلها ماشيه بالبلطجه، يعني ماشيه بفرض الامر الواقع، ماشيه بفرض الامر الواقع. طيب لغايه فين؟ طيب دلوقتي لو انا جيت، يعني تعالى نحط سيناريوهات مختلفه كده. لو انا جيت طلعت قرار دلوقتي حالا، حسب بيقولوا ان القوات المسلحه تتفاوض مع عدد من الاطراف ومع عدد من الجهات، جت القوات المسلحه وتفاوضت مع الاطراف وتفاوضت مع الجهات وانتهت الى تشكيل حكومه، واتفقت على انه سيعزل الرئيس، عزل الرئيس محمد مرسي، وتتولى دي خطه الطريق اللي اتسربت من نياب عن رؤيه القوات المسلحه اللي هل ده بجد ولا لا. خلينا نفترض ان هو سيناريو حقيقي، عزلنا او القوات المسلحه قالت احنا عزلنا الرئيس محمد مرسي وشكلنا هذه الحكومه، وان هذه الحكومه ستتولى قياده البلاد لمده 6 أو 9 شهور أو سنة، وخلال هذه الشهور سيتم وضع الدستور وسيتم اجراء انتخابات برلمانيه ثم انتخابات رئاسيه. هنعيد يعني هنعيد اللعبه من اولها، وانه سيتم تطبيق دستور 71 اللي هو دستور 71 مش يعني تطبيقه اليا فك او تفكيك او لا شرعيه الاحزاب الاسلاميه. كويس. طيب الناس اللي في الميادين بقى دي، الاول خلينا كده نقول احتمالات هذا السيناريو، موقف الناس اللي في الميادين منه هنا وهنا، احتمالات تمريره وتسويقه محليا ودوليا. وطبعا بالنسبه يعني ناخد حاجه حاجه، اول حاجه احتمال حدوثه، واحتمال حدوثه برضو انا ملاحظ ان هو بدا في تردد، يعني هم لو كانوا هم عايزين يعملوا كده كان الساعه 4 4:30 خلاص، خلصت 48 ساعه راح كان طلع وعمل، لكن هو بدا يحاول يعمل لنفسه غطاء، يعني ورقه توت كده سياسيه، ان هو الاجتماع مع البابا الاقباط، اجتماع مع شيخ الازهر، مع البرادعي، مع شباب تمرد، نفوا اللي هم اجتمعوا مع البرادعي، ينفوا بس ما فيش اصل دخان من غير نار يعني. فهو وجي من كذا جهه يعني، فانت النهارده هو طبعا هيحاول يعمل غطاء سياسي عشان يقول ده القوى السياسيه عايزه كده والشعب عايز كده، الشعب في الميادين، الشعب بتاعهم اللي هم حاشدينه، والناس دي هتقف معاه، فهيحاول يسوقه سياسيا. ولكن هو ده تصرف من طرف واحد، يعني هم بيتفاوضوا وبيرتبوا مع نفسيهم، لكن انت عندك نص الشعب لو فرضنا يعني بالتفاؤل هم 50% مع الاسلاميين و50% معاهم، وال 50% اللي معاهم دولت في كتير منهم مش فاهمين، لو مع الوقت اتفهموا هيغيروا موقفهم. فانت في رد فعل للاسلاميين، يعني انت ما تفترضش ان السيناريو بيتعمل وما فيش حاجه هتواجهه، لا، في سيتم مواجهته من قبل الاسلاميين. الكلام ده في تصريحات معلنه، وان في ان السيناريو ده غير مقبول وهيواجه من الاسلاميين، من اطياف عده في القوى الاسلاميه اللي هي بتحتشد دلوقتي في الميادين. طبعا هذه المواجهه احنا مش عارفين هم ناويين على ايه. طبعا الناس دي بتخطط، يعني هو في القوى الاسلاميه ناس بتخطط، مش ناس يعني سذج يعني، فهم بيخططوا لهذه المواجهه، بس هيواجهوا ازاي مش عارفين، مش معلن السيناريو ايه. ولكن في حاجتين واضحين في هذه المواجهه، اولا هتكون معتمده على الحشود الشعبيه والكتل الشعبيه المحتشده، وعشان كده هم كل القوى الاسلاميه المسانده للرئيس مرسي من امبارح وهم بيعبقوا الناس في كل القرى وفي كل المراكز وفي كل المدن للتظاهر والمؤتمرات وكده، وللتجهز للنزول للشارع، حتى اللي عنده ظروف ما بينزلش دلوقتي فهم جاهزين في اي وقت يقولوا انزلوا. فده احد ملامح الرد الفعل. الملمح
الملمح الاخر ان هم هيستندوا في هذا التحرك على ان مرسي شرعي والسيناريو بتاع الجيش والمعارضه ده غير شرعي. ده ملمح اخر هيغطوا بيه. يعني انت النهارده في بقى ايه، الاسلاميين كانوا زمان لما بيواجهوا نظام الحكم كانوا بيواجهوه ان هم خارج الشرعيه والحاكم شرعي. انت النهارده بقى الاسلاميين هم اللي شرعي والانقلاب هو طيب. اللي غير شرعي. شرعي وغير شرعي، خليني واقف عند دي ونكمل بقيه الكلام في السيناريو. عندي كلام في حكايه شرعي او غير شرعي دي، انها ممكن تكون مأزق بالنسبه للرئيس محمد مرسي وبالنسبه لمن يساندونه. وهقول لك ليه، بس الاول ناخد اتصال من الاستاذ محمد عبد الفتاح مراسلنا في اسكندريه واللي هيكلمنا عن الاوضاع دلوقتي في الثغر الجميل. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، ايه الاخبار عندك دلوقتي؟ دلوقتي الشارع السكندري في حاله ترقب شديده جدا. الجميع ينتظر فيه، سواء في اعتصام سيدي بشر او اعتصام سيدي جابر، سيدي بشر المؤيدين، سيدي جابر المعارضين، يترقب ما سيسرى عن بيان الجيش. الجميع في ترقب تام. البعض يقول انه سيكون انقلاب، والبعض الاخر سيكون تأييد للشرعيه ولكن مع عرض الحكومه وتشكيل الحكومه تكنوقراط، والبعض الاخر يرجح بان الفريق عبد الفتاح السيسي هو من سيقود الوزاره في الفتره القادمه. الشارع السكندري الان في حاله ترقب شديد، تكهنات هنا وهناك، اشاعات هنا وهناك، ولكن الجميع ينتظر البيان العسكري حتى يطمئن. طيب ما هو ممكن يكون حكومه يقودها الفريق عبد الفتاح السيسي وتعزل الرئيس. البعض بيظن ذلك، انه سيكون هناك انقلاب على الشرعيه، والبعض بيقول ان هناك انتخابات رئاسيه مبكره. ولكن الانتخابات الرئاسيه المبكره، يعني هذا الامر الكثير لا يرجحه في هذه الفتره، ولكن المعظم يقول انها ستكون، حتى الثوار يقول ان غالبا الفريق عبد الفتاح السيسي سيقوم بتشكيل الحكومه القادمه، وسيقوم برسم خارطه الطريق كما يرجح البعض. طيب موازين القوة على الأرض بقى في الشارع، أخبار المؤيدين قد إيه تقريبا كأعداد ومناطق تواجدهم، والمعارضين قد إيه ومناطق تواجدهم؟ المؤيدين يتواجدون بمنطقة 21 و6 أكتوبر رغم إطلاق النار عليهم بالأمس من قبل الشرطة، ولكنهم تجمعوا اليوم من بعد الظهر وتواجدوا، وأيضا يتواجدوا في مكان آخر وهو منطقة سيدي بشر على طريق البحر، وده عدد ضخم جدا. أما المعارضين سيتواجدون كل يوم من بعد الساعة 6 مساء، ويتواجدون بمنطقة سيدي جابر بقرب من المنطقة الشمالية وعند مسجد سيدي جابر الشيخ. أعداد ضخمة بتكون ولكن بعد المغرب. يعني لغاية دلوقتي لسه المعارضين يعني بيبدأوا يجوا دلوقتي. بيبدأوا يجوا من الآن بعد نزول الشمس. طيب الأعداد بقى في ذروة الاحتشاد بيبقى هنا أكتر ولا هنا؟ إيه الموازين العددية؟ بالامس كان اعداد المؤيدين كثيره جدا، خصوصا ان المؤيدين خرجوا في كذا مكان بالفرع السكندري. خرج في منطقه سيدي بشر اعداد عايزه واحد من منطقه ميامي الى منطقه ابو خير والمنظره، وخرج من منطقه ال 21 حتى منطقه برج العرب اعداد ضخمه جدا، لكن تم تفريق هذا الجمع عن طريق اطلاق العيارة الناريه من البلطجيه ومن قوات الامن على المؤيدين. اما المعارضين فايضا الشرطه بالاسكندريه قامت بانزال لهم اليوم ماء في منطقه الاعتصام وبعض العصائر والحلوى. يعني المعارضين اتفرع عليهم عصائر وحلوى، والمؤيدين انضربوا بالنار. يعني البعض يقول هنا ماء وعصير وهنا رصاص. يعني مش البعض يقول، هو ده اللي حصل ولا لا؟ بالفعل حصل هذا الامر بالامس في الاسكندريه. طيب هل هناك من شيء اخر تحب ان تضيفه الاستاذ محمد؟ عن بيان حزب النور والدعوه السلفيه، بالامس حرص عديد من الاستخبارات في الاسكندريه بسبب بيان حزب النور والدعوه السلفيه. البعض راى ان هذا البيان هو بيان فيه انبطاح شديد جدا لقوى المعارضه العلمانيه. البعض يقول انه لو حصل انتخابات رئاسيه مبكره من الجديد وهو الطبيعي ان ياتي رئيس ليس له خلفيه اسلاميه. فقام شباب الدعوه السلفيه برفض هذا البيان. فقام الدعوه السلفيه بالامس بتجميع أبناءها في مساجد أحياء الإسكندرية الخمس وشرحت لهم حيثيات البيان، وقالت الدعوة السلفية أنها اتصلت بالعسكر واتصلت بالإخوان المسلمين واتصلت بالثوار.
العسكر على موقفه يريد انقلاب على الشرعية، والإخوان يريدون دعم الشرعية، والثوران لن يتركوا الميدان. فقالت الدعوة السلفية في حيثيات البيان أنها أرادت ألا تنهب الشارع وأن تحقن الدماء عن طريق انتخابات رئاسية مبكرا. لو اجتمع التيار الإسلامي بوجه عام سيقوم هذا التيار الإسلامي باختيار رئيس إسلامي إذا ما تم الموافقة عليه. طيب يا أستاذ محمد نشكرك شكرا جزيلا. أستاذ محمد عبد الفتاح من الإسكندرية. أرجع لك يا أستاذ عبد المنعم. أستاذ عبد المنعم منيب الكاتب الصحفي، فقلت شارع غير شارع. شوف بقى حكاية شارع غير شارع دي فيها مشكلة إيه هي؟ إنك أنت دلوقتي لما تكون أنت سائر، أنت في وضعية المعارض، أنت في وضعية السائر وطالع، فيجي في قتيل يسقط، مش بالضرورة أنت المسؤول عنه، ده القتيل ده قتلته الداخلية. يقول لك طب ما محمد مرسي هو رئيس الجمهورية اللي بيدور الداخلية دي، طب فين سلطاته على الداخلية دي؟ طيب الداخلية دي اتشقت عصا الطاع. يقول لك طب هو قاعد ليه لما الداخلية شقت عصا الطاع؟ يعني فكرة انك انت اللي متقلد المسؤولية تجعلك مسؤولا عن أي أحداث أو تضاعف مسؤوليتك مقارنة بأي طرف آخر. يعني ايه؟ يعني دائما وابدا الشارع يملك ما لا تملكه السلطه. انا راجل زي ما بنقول كده، زي ما بضرب مثل دايما اقول لك ممكن راجل مجرم يقتل واحد انه يقطعه بموس حلاقه ويقطعه كده سنتي بسنتي لغايه ما يموته، بس الراجل ده احنا مش هنعدمه بنفس الطريقه، احنا هنعلقه على المشمعه بره احنا ونريحه، وممكن حتى ان احنا نلاقي مثلا ان في خلل في قواه العقليه نحطه في مستشفى امراض عقليه او عنده ظرف يعني ما مخفف، فنستبدل حكم الاعدام باشغال شقه مؤبده او مؤقته او شيء من هذا القبيل. يعني اذا مهما كانت وحشيه المجرم، لكن الدوله او المسؤول ما بيقدرش انه يتعامل بالقدر نفسه، وعنده قانون في الاكل. ففكره انك انت الرئيس ده مزنق تاني، ده دي ورطه تانيه متورط فيها الاخوان ومتورط فيها القوى الاسلاميه ما عدا حزب النور طبعا، اللي هو مش واضح انه خارج هذا التحالف الاسلامي القائم، انه في الاخر طيب ماشي اوكي مات. وده بيتقال كده بمنتهى يعني كلامك صح، عين وجباير يعني. ما هو كلامك صح لغايه دلوقتي، لكن لما هو يتعزل مش هيبقى مسؤول عن حاجه. ولكن المدافعين عنه في الشارع هيبقوا يدافعوا عن الشرعيه. هيبقوا سائرون، هيبقوا سائرون اللي مخليه قرار العزل يتاخر شويه. هيبقوا سائرون من اجل الشرعيه، يعني هيبقوا ثوار برضو بس ثوار من اجل الشرعيه. وبعدين انا مش بتكلم على نقطة ان هو دي الاساس، انا بتكلم ان دي ملمح هيكون من ملامح التحركات او ملمح من ملامح رد الفعل الاسلامي القادم، الاعتماد على الشعب واعتماد على ان هم بينطلقوا من منطلق ان بيدافعوا عن الشرعية. لكن ايه تاني؟ الله اعلم في ايه تاني. لكن هو مش هنستبعد، هو شيء طبيعي المناهج دي. طبعا اتوقع ان النهاردة لما انت احنا دخلنا الديمقراطية ودخلنا الانتخابات وكان في فصيل بيقول لهم يا جماعة ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية، والديمقراطية دي بيضحكوا عليك، ودي ديت بتاعة هناك عندهم في أوروبا، لكن احنا هنا لا يسمحوا بالديمقراطية، لأن الديمقراطية هتجيب ناس مش معاهم، مش مأيه لا تؤيد أو لا تحمي مصالح أمريكا في المنطقة ولا تحمي إمبريالية أمريكا في المنطقة، فما فيش حاجة اسمها ديمقراطية، ودي كفر ودي بتاع، والحل هو الجهاد. فالناس دي انزوت دايما، الفكر اللي هو المسلح بينزوي لما انت العملية السياسية تمشي. العملية السياسية الناس تبتدي تتحير، تقولك الله طب اشيل سلاح ليه، ما هو السياسة ماشية وكويسة والحمد لله. فاما تيجي انت بقى تضربه بالرصاص وهو طالع سلمي، هيبتدي التاني ده يقوله مش قلتلكم، مش قلتلكم مفيش حل، الجهاد هو الحل. فهتبتدي يعني ممكن حتى طبعا في تيارات اسلاميه كتير هتقول لا يا جماعه احنا نحاربهم بالسلميه تاني ونناضل مره اخرى والصندوق وكذا وكذا، ولكن الشباب قد يتفلت سواء من الاخوان او من السلفيين ويروح للجهاد ويروح للقاعده. ودي المساله اللي انا كنت متخيل ان ممكن تمنع امريكا من ان هي تدي دور اخطر. امريكا في حاجه الى بعض العنف في المنطقه لتبرير او لايجاد غطاء لتحركاتها القادمه، ربما أعتقد هو زي. ربما ولكن هي برضو هتكون وهمه، لانها من اسبوع كانت فتحت سفاره للطالبان وبتتفاوض معاها، فهي اتهزمت في افغانستان. فانت النهارده لو العنف بعد يقولوا الجزائر وهما برضو تلاقي الاجهزه الامنيه متخيله هيعملوا عنف اكتر من اللي عملوه في التسعينات، دي حاجه بسيطه وهنخلص عليهم وبتاع. لا الوضع اختلف،
الوضع يعني اذا كان في مصر كان في 10 حتت سلاح ايام التسعينات، دلوقتي في 10 مليون حته. الله صحيح. وبعدين انت النهارده الناس كلها اللي انت دلوقتي عبيت الناس، كان الاول السلفيين والاخوان يحاربون الفكر الجهادي بالفكر، فانت كنت بتعمل الحكومه بتدعي عليهم امنين وانت بتدعي عليهم فكريا الحركات الاخرى. انت دلوقتي بتنشر فيروس الفيروس فيروس التطرف. اما واحد يبقى طالع فيروس العنف بيتم نشره، اما يبقى واحد يبقى طالع وتضربه بالرصاص الحي، ولا واحد مروح، احنا جابوا واحد مصاب في مستشفى المصريين موجودين دلوقتي مش قادر يفتح بقه، مروح بيته في الهرم عند العمرانيه، امين شرطه ومجموعه بلطجيه وقفوه قطعوه في ظهره وفي وشه وفي كتافه وفي رجليه قطعوه مش قادر يتكلم عشان ملتحي. يعني مجاز ان هم ضربوه بشكل سلمي برضه، ربما هو بشكل سلمي، فهو بالتالي هيبتدي يفكر في ان هو يحذو حذوهم في هذه السلميه يعني. او جاز ان الرصاص اللي انضرب ده الرصاص السلمي، عارف انت في نوع من الرصاص كده رصاص سلمي ما بيبقى بيستخدم في العمليات السلميه، هو 765 بيستخدم في العمليات السلميه. طيب احنا معانا القيادي في حزب البناء والتنميه الاستاذ علاء ابو النصر، هناخد فاصل ونرجع تاني علشان يبقى موجود معانا في جوه الاستوديو، يبقى فاصل ونعود ان شاء الله. معايا الاستاذ عبد المنعم منيب الكاتب الصحفي، ومعايا الاستاذ علاء ابو النصر القيادي في حزب البناء والتنميه، ولكن بعد فاصل قصير ان شاء الله. يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين، ودع العباد ليدخلوا من كل باب آمين. يا مصر